خلال تجربة ديال البنك الشعبي في هذا المجال ديال المقاولات الصغرى والحاملين المشاريع، أنا واحد منظومة اللي تتركز بأربعة ديال النقاط. أولا توفير خدمات ومنتوجات بنكية لاتجاه هذه الفئة ديال المقاولات. ثانيا عندنا 2000 وكالة لهاد المقاولات، وبينها خصنا 181 وكالة اللي تخصص بالمقاولات الصغرى اللي دابا راهم موجودين وتيخدموا دابا. ثالثا درنا واحد الخدمة ديال ديجيتاليزاسيون ديال القروض، وكذلك درنا واحد السيت انترنت سميتو مقاول شعبي بوان ايما اللي دابا تا هو راه تيخدم، اللي تيعطي واحد الجميع ديال التفسير للمقاولين على المنتوجات والخدمات البنكيه. وكذلك يمكن لك تبدا تعمل سميتو طلب ديال القرض ديال القرض ديالك من هذا السيت انترنت. واربعه درنا واحد اتفاقيه مع الجهات اللي عندها واحد الهدف لدعم المقاولات ودعم التنمية الجهة كذلك، ودرنا واحد صنعنا واحد الحلول مهمين على العقار اللي كان واحد مجموعة ديال المحلات ديال الصناعة وديال التجارة للمقاولات، وان شاء الله درنا اتفاقيه مع الجهه ديال وجده الناظور وايضا مع الجهه ديال اسفي مراكش، وان شاء الله نتمناو نوقعوا اتفاقيات اخرين مع جهات اخرين ان شاء الله. شكرا. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.